عدنا من جديد، اهلا بيكم معانا النهارده في برنامجكم هو المجتمع. سمعتوا الاعلان اللي فات؟ احنا كتير مننا بنقعد نسمع اعلانات مش عارفين مين اللي بيقول الاعلان، مش عارفين ايه الصوت اللي جوه الاعلان. ساعات اعلان يشدك، ساعات اعلان تردده، كل مره اعلانات اعلانات، اصوات اصوات، احنا داخلين في عالم الاصوات. النهارده انا معايا موهبه شابه جامده جدا، ان شاء الله يكون ليها مستقبل باهر من كل يعني الاصوات اللي عجبتني. انا سمعت اصوات كتير بس هي شدتنا، فاحنا حبينا في هو المجتمع ان احنا نسلط الضوء عليها النهارده، وزي ما انتم سمعتوه في الاعلان اللي فات. النهارده انا حابه ارحب معاكم باللي مشرفني، الاستاذ عبد الرحمن اشرف. ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. اهلا بيك، انت منورني. الله يخليك. منورني وابهرتني باصواتك. عبد الرحمن انا مش عارفه اعدله كام صوت ممكن يقلده، ما شاء الله اللهم لا حسد. دلوقتي انا عايز اعرف انت ازاي بتقدر تعمل كده؟ الاول كانت يعني في اصوات كتيره الواحد بيسمعها في جميع المجالات عموما، في الدبلجه، في مجال الاعلام عموما، بتسمع الاصوات، في اصوات بتتاثر بيها فبتحاول تقلدها او تحاكيها او طيب. تقلد صوتها لدرجه كبيره يعني. بس فانا في اصوات بعرف اوصل لها كويس وبتدرب عليها وبشتغل عليها، وفي اصوات تعالى نفهم الناس اكتر والمشاهدين يعرفوا يعني ايه معلق صوتي او فويس اوفر. يعني انت فويس اوفر وكمان بتعمل دبلجة، عايزين نفهم بطريقة بسيطة انت بتعمل ايه. حقيقة يعني الفويس اوفر هو عبارة عن تمثيل صوتي او تعليق صوتي بيكون خاص بالاعلانات، بيتقدم في شكل معين بحيث ان هو يروج لمنتج او براند معين. اما الدوبلاج مختلف، حاجة بسيطة برضه، هو تمثيل برضه صوتي بيندرج تحت نفس القسم، تمام. ولكن الدوبلاج بيحتاج تمثيل اكتر واحساس اكتر من الصوت. تمام. عبد الرحمن انت اكتشفت الموهبة دي من امتى وازاي؟ هي الموهبة دي معايا من وانا صغير، تمام. بس هي بدأت ان انا افكر فيها وان انا ابدا اطورها يعني واخليها تكون احسن من 3 سنين كده. تمام. انت اصلا طالب في كلية اداب، يعني صح. بعيد عن موضوع التعليق الصوتي، مش في اعلام كمان. صح. طيب ممكن اعرف انت درست ولا عملت ايه، خدت كورسات، وصلت المرحلة دي اللي انا سمعتها ازاي واللي لسه الناس هتسمعها؟ انا كلية اداب طبعا الدراسة بتكون صعبة شوية لان انا في اداب انت في لغات قسم ايه؟ في قسم حضارة اوروبية. تمام. طب انت ما درستش ولا درست اصلا؟ يعني هي موهبة بس ولا انت اصقلتها بالدراسة؟ لا خدت كورسات؟ كنت بدرس في البيت، كنت بدرس في البيت مثلا يعني في على الانترنت؟ عن طريق الانترنت، كنت بستغل الصفحات مثلا على الفيسبوك، بسمع اعلانات بقول زيها كده يعني. انت عملت اعلانات قبل الاعلان اللي احنا زعناه النهارده بصوتك؟ عملت اعلان قبل كده. تمام. تمام. يعني انت بادئ وعندك موهبه ونفسك توصل لحاجه معينه وتحققها. انا قبل اي حاجه بقى عشان الناس تعرف احنا بنتكلم عن ايه، انا عاوزاك تعمل اي حاجه من اعمالك اللي انت قلتها لي. اول حاجه تعالى نبدا باعلان، وطبعا بدون اعلان لشخص، خليه اعلان كده الناس تسمعه. تمام. اتفضل. ممكن نقول الاعلان ده؟ اتفضل. كمبيوتر ابو كرتونه، كمبيوتر ملهوش مثيل، عليه هارد 20 جيجا ورامات 256، هتشغل عليه افضل الالعاب ومنها العاب ماريو والعاب فلاش. اشتري الكمبيوتر ده هو فقط ب 555 جنيه زائد مصاريف الشحت. ايوه هنشحت منك فلوس كتير وهنخليك تقول انا بقيت على الحديده. ده اعلان كوميدي. ده اعلان كوميدي. فاحنا عايزين بقى كمان نفهم الدوبلاج. انا تمام. عن نفسي ما بعرفش اقلد اي صوت، هو صوتي. انت ما شاء الله عليك بيطلع منك اصوات كتير قوي، انا تهت مره سبونج بوب، مره مش عارفه مين. قول لي الاصوات دي، اعمل لي واحده بس اسمع صوتك فيها والناس كمان المشاهدين يسمعوا صوتك. هي الاصوات عموما بتكون الدوبلاج بيبقى تمثيل واحساس. تمام. بس برضو بيبقى في دوبلاج الشخصيات الكرتونيه بيحتاج تغيير في طبقات الصوت. تمام. فمثلا عندنا صوت الطفل، صوت الجد، صوت العام، صوت بس كل حاجه وريها لنا عملي. تمام. انت قول لي وعملي بقى، انا عايز اسمع يعني النهارده والمشاهدين يسمعوا معانا. صوت الطفل، مرحبا بك يا ابي. صوت الاب، كيف حالك يا بني. صوت الجد، اين كنتم؟ كنت انتظركم هنا. ايه ده، الصوت ده طلع منين؟ انت بتجيب الصوت ده منين؟ ما شاء الله. بس انا حبيت الطريقه وحبيت التمثيل، يعني انا لما سمعته لبناتي بقوا ايه ده، مين يا ماما اللي بيعمل الصوت ده؟ فحاجه حلوه قوي ان احنا نسمع صوت متميز بيقدر يقلد اصوات كتير. لا ده كمان وصل لايه بقى، تقليد الفنانين، تقليد المعلقين الرياضه. انا بقى بحب الرياضه جدا، انا عايز اسمع حاجه بتقلد مين.
بقلد ايمن الكاشف، كنت برضو لسه بتدرب على مدحت شلبي، بس انا ايمن الكاشف درجه كويسه يعني. طب ممكن نسمع؟ نقول حاجه ليه؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، لكل مباراه كره قدم حكايه ولكل حكايه روايه. نعم نعم مظبوط، معكم ايمن الكاشف معلق الدوري المصري، لقاء جديد وحصري، فريق الاهلي فريق الزمالك، حاجه زي كده يعني. تمام. ممكن نعمل مدحت شلبي برضو. تمام، الاستاذ مدحت شلبي اتفضل. يا مساء الانوار، ونقول نرحب بكم في لقاء جديد بين فريق جامعه المستقبل وفريق العهد. النهارده هل يا ترى اللاعب الكبير مورجان مخبلنا مهارات رائعه جدا؟ ممتاز. في حد تاني في الرياضه ممكن نسمعه؟ لسه بتدرب عليه يعني لسه. والفنانين بقى مين اللي ممكن؟ كنت بحب اتفرج على افلام، سلسله افلام الليمبي، محمد سعد. تعرف تقلد يعني المستشار مرتضى منصور بطريقته؟ كل ما بقلد صوته يعني صوت يعني بيتغلق في الصوت، بيجي لي احتقان يعني. طيب تمام، اتفضل. مين بقى من الفنانين اللي ممكن تقلدهم؟ ممكن اقلد صوت الليمبي محمد سعد. مميز قوي، اتفضل. مثلا في مشهد اللي هو ايه، من امبارح وانا مجهز لك عصيده، فبيقول التاني كان ورا بيقول له مش فاكرها يا راجل. فهي مستنيها بقى، بيقول له بلوفيف بلوفيف، فهو يقول لها الحب الحب، الشوق الشوق، الحضن الحضن. لا كمل كمل المشهد. في برضو لمحمد سعد برضو بوحه، بعرف اقلد صوته كويس. اتفضل معاك الكاميرا وقلده. ماشي يا ستي. ده هو؟ لا لا مش للدرجه دي يا ماما. انتوا بتشبهوني بخروف عندكم في قلب المذبح. ما شاء الله عليك بجد، بتقدر تجيب نبرة الصوت بطريقة حلوة. على فكرة أنا أنا منتظرة من كل السادة المشاهدين إن هم يدخلوا على الرسائل أو البيج بتاعتنا هو المجتمع، ويقولوا لي رأيهم في الموهبة الجميلة اللي موجودة معانا النهاردة أستاذ عبد الرحمن. طيب أنا عايز أعرف بقى مين اللي شجعك وبيدعمك؟ هو كل البيت بيشجعني عموما يعني، بس الأخص هي والدتي يعني. اول ما عرفت الحاجه دي عندي انا بحيي والده حضرتك جدا، ربنا يبارك لها. وعلى فكره يعني احب اقول حاجه، ان هي اول واحده كلمتني قالت لي انا ابني موهوب جدا، نفسي يطلع. قلت لها ايه ده بجد؟ طب وريني كده صوته. سمعت الصوت قلت خلاص، لا ده لازم يبقى فوق المجتمع خلاص. يعني ما يطلعش في اي حته تانية. ان شاء الله يبقى ليك اعلانات كتير جدا جدا، وبدايتها معانا طبعا، والانطلاقه بعد كده مع كل الناس ان شاء الله، ربنا يوفقك. طيب انا عايز اسمع تاني، ممكن تعمل ايه في الاعلانات؟ في اعلان تاني ممكن نجهزه معانا؟ في مثلا تكون اعلانات، الاعلانات بتبقى بتختلف على حسب النوعيه. تمام. يعني في اعلانات بتكون حماسيه. تمام. تخفيضات 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 مع عروض، حاجات كده بتكون حماسيه شويه. في مثلا اعلانات بتكون اعلانات استعراضيه اللي هي بروموهات، السياره الرياضيه الفاخره، حاجه. تمام. مثلا اعلانات حزينه زي ايه؟ زي مؤسسات، مؤسسة 57 أي أو مؤسسات شبيهة ليها يعني. اعمل كده إعلان. مؤسسة 57 357 يعني. أكمل بقى البرنامج. طيب عايزين ندخل بقى على الكرتون، معانا أطفال بيشاهدونا وأنا عارفة إن هم بيستنوا الحلقة كويس جدا. عايزة أعمل لهم حاجة، بص للكاميرا واعمل الحاجة دي أطفال، يعني عايزة كده جزء حلو كده. تمام ماشي. اتفضل، هتقدم لنا إيه الأول؟ ممكن اقدم حاجه لجامبول يعني، لان جامبول هو المشهور الفتره. تمام اتفضل. بس يعني جملتين ثلاثه كده، حاجه بسيطه. طيب. يعني تمام. بابا يا احلى بابا، هل شاهدت اخي داروين هنا؟ لا يا بني، انا لابو شاهد اخاك داروين منذ الليله، اعطني الريموت الخاصه بالتي في. الريموت بقى هيشغل تلفزيون، فالتلفزيون دوت مثلا هينقلنا لعالم تاني، نقول عالم سبونج بوب. تمام. اهلا بكم في قاع الهامور، سوف نذهب اليوم في رحله الى اعماق البحار بحثا عن مقرمشات سلطع برجر. حاجه زي كده يعني. يلا نذهب لاعماق الاصوات، الصوت ده طالع منين؟ انا عايز اعرف النهارده. ما شاء الله. اولا الموهبه دي حاجه من ربنا حلوه جدا، وكويس ان كل بيت يدعم اولاده ويقف جنبهم ان هم ينموا موهبتهم. انا مبسوطه جدا ان انت في حد بيدعمك، ودايما هي بتكون الام على فكره، ربنا يكرمها. انا متحيزه للامهات طبعا. طيب انت ايه طموحك في اللي جاي؟ بتفكر في ايه؟ نفسك توصل لايه؟ طموحي في اللي جاي ان انا عايز انمي الموهبه اكتر. تمام. وان انا بقى اخد حقي كموهبه جديده،
ممكن انا بفكر في الفترات الجايه ان انا اشتغل في اذاعه او في راديو او حاجه زي كده يعني. والله تستاهل، ومن هنا ان شاء الله يعني اكيد في ناس كتير هتتابعك وهتشوفك. انا نفسي نفسي اسمعك في كل حاجه يعني، عندي دي تشوق كده. دي شهاده من حضرتك والله يعني، ربنا يخليك. يعني نفسي اسمعك في الكرتون، نفسي الاطفال يسمعوك، انا عايزه اسمع حاجات كتير ليك، عاوزين نسمع اعلانات بطرق مختلفه، فانت ادينا اكتر لان كل الناس بتسمعك، فان شاء الله هيتواصلوا معاك. وانت ليك كمان قناه يوتيوب باسم ايه؟ ليا قناه موجودة كانت خاصه معنا بالالعاب اسمها القائد جوكو. القائد اشمعنى سميتها الاسم ده؟ لان انا كنت متاثر بشخصيه جوكو دي في عالم الكرتون يعني. تمام. بس هي انا خليتها تبقى قناه خاصه بالالعاب يعني، مقالب حاجه زي كده، حاجات ضحك يعني. عملتها امتى؟ اكيد في وقت كورونا. وقت كورونا السنه اللي فاتت. في وقت كورونا كلنا بدانا نقعد في البيت نفكر ايه الموهبه اللي عندنا، حسيت كل واحد والله بجد طلع موهبه من جواه. كنا في حياه وجري وننزل ودراسه وكده، قعدنا ارتحنا بقينا نفكر ايه اللي انا ممكن اطلعه جديد غير الدراسه. لا انا عندي موهبه، بدا يقف على رجله، بدا الموهبه تطلع، طلعت على شاشه التلفزيون. فما تقفوش يعني، حاولوا دايما اوصلوا لاحلامكم، ولازم بجد يعني ما تيأسوش. اوعى تيأس. مش هيأس خالص. انت مكمل. ان شاء الله. انا خدت طاقه كبيره جدا ما شاء الله. ربنا يوفقك يا رب، والطاقه دي باذن الله هتوصلك لحاجه عاليه جدا، وهيجي يوم وتقول لي كان اول لقاء. انا عايزه اسمعك تاني للممثلين المشهورين، ممكن تقلد مين؟ ممثلين يعني ممكن اقلد حاجه زي مشهد للكبير وحزلقوم. لا ده جميل بقى المسلسل ده، بس يعني كنت بضرب عليه يعني حاجه تجاريه كده. كويس، اتفضل يا حزلقوم. نعم يا كبير. ندفع كام لصاحب سواق التاكسي؟ لا يا كبير عشان تبقى عارف كده، انا ماليش حوار في الفلوس خالص. شاكب كده يا كبير عشان تبقى عارف، طلع 50 جنيه. ممكن اقول مثلا موقف تاني. خابر ياد يا فزاع، الاستاذ مع الست هديه محتاج بعض الطلبات، روح شوف ايه اللي بتقول. فطلباتي كلها اوامر يا جنابتك الكبير. حضرتك صاحبه الست هديه حاجه كده. طب انت عارف مسلسل سامح حسين بتاع راجل وست ستات؟ تقدر تقلد سامح حسين؟ طريقته مميزه قوي. تعرف ولا ما ضربتش عليها؟ ما جربتش يعني. انت لازم تتدرب على الصوت. انا بتدرب على الاصوات يعني. انت مش فجاه قاعد تقول على طول، لا انت بتتدرب واحده واحده. بتجيب الطبقه بتاعته والله بجد. انا تقليد الاصوات عموما، انت بتسمع الحاجه الاول وبعد تسمعها كويس بقى، وبعد كده بتركز مثلا في تفاصيل الصوت، طبقه الصوت عامله ازاي، الصوت يعني بيخرج ازاي، كلمات، في كلمات معينه بيقف عليها مثلا الممثل. أيوة، انت بتركز فيها. كل واحد بيبقى عنده كلمات كده معينه لازمه معاه، احنا حافظين افيهات معنى الاصح. افيهات. انت حافظ افيهات. تعرف طب تقلد الفنان رضا حامد؟ هو ليه كاركتر خاص كده، تعرف تقلده؟ معرفتش. لا لسه، بس المره الجايه هيبقى فيه اكتر. طيب ايه تاني محضره لنا النهارده؟ محضر حاجه مثلا، ممكن نقول اعلان مثلا للاطفال او حاجه زي كده. تمام. هل يعاني طفلك الصغير من تبول لا ارادي؟ جربي حفاظ ابو لمع الجديد، يحمي طفلك الصغير من جميع الامراض المتراكمه. حلوة الإعلانات دي. طب أنا دلوقتي لو أنا بتفرج زي استاد المشاهدين بالظبط، عجبني صوتك، عايز أعمل إعلان عن منتج، أكلمك إزاي؟ أوصل لك إزاي؟ ممكن حضرتك تتواصلي برضه عن رقم التليفون موجود معانا على الشاشة. أوكي، يتواصلوا معاك. طب أنت بقى إيه المطلوب عشان أعمل معاك إعلان؟ المطلوب ان حضرتك تتواصلي معايا، تقولي لي ايه تفاصيل الاعلان بالظبط. تمام. ايه طبقه الصوت، لان الاعلانات بتحتاج طبقات صوت يعني. في اعلانات شعبيه اللي هي تخفيضات حاجه زي كده. في اعلانات اللي هي بتكون راقيه شويه وهاديه. تمام، بيبقى على حسب المنتج وحسب الفئه المستهدفه. صح. للمنتج ده. تمام، احنا فاهمين دعايه واعلان كويس. ماشي. طيب ممكن مده التنفيذ بتاعه الاعلان تاخد منك قد ايه؟ وهل انت معلق صوتي بس، فويس اوفر بس، ولا بتقدر تمنتج وتعمل اعلان من صور من فيديوهات؟ تقدر تعمل ايه؟ قول لي امكانياتك اكتر. هو طبعا التوقيت بتاع الانتاج عموما بيختلف من نوع لاخر يعني. مثلا اعلان السكريبت بتاعه قصير، مش هيكون زي اعلان السكريبت بتاعه كبير شويه او زياده عن دقيقتين او 3 دقائق. بيحتاج تحضير قبليها، بيحتاج قراءة بشكل معين عشان نعرف نطلع الريتم بتاع الصوت الخاص بالإعلان ده يعني. تمام.
الإعلان اللي أنا اديته لك خد منك قد إيه؟ هو خد مني في حدود من 8 ساعات ل 12 ساعة كده. بجد؟ آه. مونتاج وكده ولا صوت وتدوين الصوت؟ مونتاج وصوت وكل حاجة. طب ده ممتاز، يعني أنا في خلال يوم أنا ممكن أستلم الإعلان بتاعي. أيوة. وأنا بالفعل أول حد جرب يعني. كل اللي بتتابعونا طبعا تقدروا تتواصلوا على الرقم الموجود على الشاشة دلوقتي، واي حد عاوز يعمل دعاية اعلانات الاستاذ عبد الرحمن معانا، استغلوا الصوت الحلو ده عشان بيقدر يوصل المنتج ويوصل الفكرة كويس جدا. وانتوا قولوا لي رأيكم، يعني يا ريت تبعتوا لي وقولوا لي رأيكم. طيب انا عايزة بقى نصيحتك انت كشاب من ضمن الشباب، تقول لهم ايه عشان هم لو في شاب عايز يتعلم فويس اوفر يعمل ايه وتنصحه بايه؟ طبعا اي شاب عايز يتعلم فويس اوفر لازم الاول يقرا عن المجال ده، يعني في مجالات خاصه بالفويس اوفر، يبحث على النت، يحاول يكتشف طبقات صوته، ازاي يغير صوته، ازاي يغير النبره، ان في اختلاف بين النبره وطبقه الصوت، الطريقه بتاعه الالقاء او الكلام، يتفرج على معلقين كبار زي محمد السعيد او محمود السعيد، بس كده يعني. طب هو انت يا عبد الرحمن في اي عقبات قابلتك وانت بتتمرن، او اي صوت قابلك حسيت ان الصوت ده لا انا مش قادر عليه مش عارف اعمله، حصل معاك قبل كده؟ طبعا في اصوات، يعني في صوت اللي هو بتاع محمود السعيد معلق صوتي كان عامل ايه، ايه العقبه اللي وقفت قدامك انك تعلق او انك تقلد صوته؟ في بيز في الصوت بتاعه، بيز ده يعني الرخامه بتاعت الصوت. طيب. صوته كان رخيم جدا. طيب. بس فانا كنت بحاول اقول مثلا زيه، اسمع أيها الإنسان وشاهد وتمعن، لقيت صعوبة في الأول بس بعد كده حاولت أتماكن. لسه يعني بحاول. أنت بتعند مع نفسك لحد ما توصل للطبقة. في حتة عند كده. طيب. لكن في أصوات تانية بتيجي معايا جاهزة على طول، بتبقى سهلة. تمام حضرتك. طيب قول آخر حاجة بقى للجمهور بتاعنا بتاع برنامج هو المجتمع واللي بيشوفوك النهاردة. تمام. ولأصحاب الشركات اللي إن شاء الله هيكلموك النهاردة برضو. تفضل. كنتم معنا في برنامج هو والمجتمع، بنتكلم عن كل التفاصيل الخاصة بمجتمعنا مع الإعلامية والأستاذة عمر والأستاذ الأستاذ عمر الجبيلي والأستاذة سمر عبد الله. شكرا. يعني أنا مبسوطة لا أنا مبسوطة بنهاية البرنامج النهاردة، ومبسوطة بيك يا عبد الرحمن، أنت نورتنا، وإن شاء الله أستاذ عمر الجبيلي هيكون معانا في الحلقات اللي جاية، إحنا مفتقدينه جدا شخصيا يعني. إن شاء الله وينور البرنامج، وكلكم يا رب تكونوا استمتعتوا معانا النهاردة، ومتشكرة لكم جدا والفريق الإعداد الجميل اللي معانا والقناة الصحة وجمال. شكرا، ونلقاكم في حلقات جديدة وأفكار جديدة ونماذج متميزة دايما في هو المجتمع. شكرا.